السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير من موقع العالم الافتراضي في حلقة جديدة. وفي هذه الحلقة سأريك طريقة تستطيع من خلالها إظهار الشخص أكثر من مرة في الفيديو الواحد. على سبيل المثال أظهر أنا في فيديو مرتين في فيديو واحد مثل الفيديو الذي ستراه الآن. السلام عليكم، اليوم بنعرفكم على أخوي محمد اثنين. أهلا بك. استخدم بكر شوية باستعمال الحاسوب، بيساعدني في المدونة والتصوير والكتابة وغير ذلك، ويعني يبدو مني زوز، واحد يمشي مكان واحد يمشي مكان تاني، ما فيش أي مشكلة. الآن نعطوا يعني الكلمة لأخوي محمد ويقول لكم شنو آخر الأشياء اللي بيقوم بها. أنا طموحاتي نبدأ في مدونة، هنا اكتب في هلبة، اكتب هنا في اكتب تدوينة، في صور حط نقال هيك أشرح، في دير هاجم ليه هيك مرات، في انا اطلع في هو امسي محمد واحد امسي، في انا بعدين امسي لي كان تقوم الفيديو الاول وانت في مكان، والفيديو الثاني في المكان الثاني الذي تريد ان تظهر فيه، يعني اثنان من الفيديو. كذلك نقطة اخرى يجب هي ان تهتم بالكاميرا، فيجب ان تكون الكاميرا في مكان واحد، لا تتحرك ابدا، تضعها على اي شيء حتى تكون ثابتة وتكون المقاسات جيدة. النقطة الثالثة هي ان تهتم بالاضاءة حتى لا يكون هناك فارق في الاضاءة، فاذا لاحظت في الفيديو الذي رأيته يوجد يعني خط في المنتصف، فهذا عائد الى الظل، فعندما اجلس هنا يأتي ظلي، وعندما اقوم يعني لا يكون هناك ظل فيحدث فارق في الإضاءة. يجب عليك الاهتمام بالإضاءة جيدا حتى لا يكون هناك يعني فارق أبدا ويكون الفيديو كأنه حقيقي. النقطة الأخيرة هي أن تقوم بتنزيل برنامج كامتازيا ستوديو كما استرى في هذه الحلقة، وتشتغل عليه وتقوم بتركيب هذا الفيديو بطريقة سهلة جدا باستعمال برنامج كامتازيا ستوديو كما سأريك في هذه الحلقة، وهذا الشرح البسيط والسهل الاستخدام وكذلك التطبيق. لا تبتعد كثيرا وابقى معي بعد هذا الفصل عن القصير، لنمر إلى الشرح مباشرة. مشاهدينا الكرام، في البداية ستقوم بفتح برنامج كامتازيا ستوديو الذي قلت لكم عليه، برنامج مشهور للغاية، أغلب مهووسي الحاسوب يعرفونه، وإذا كنت لا تعرفه أنصحك بتحميله، يعني أغلب الفيديوهات التي تقوم بصنعها باستعمال هذا البرنامج، وأغلب الشروحات والمونتاج أقوم بعمله بهذا البرنامج الرائع والمتميز. بعد تنزيل البرنامج وتنصيبه وفتحه ستقوم بإدراج الفيديوهان، الفيديو الأول وكأنك تتحدث كالشخص الأول، كما ترى أمامك هذا الفيديو الأول لا يوجد بجانب أي شيء، يعني كرسي فارغ هكذا، وأقوم بالتصوير. السلام عليكم، اليوم بنعرفكم عن أخوي محمد اثنين. أهلا بك. كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، وهذا هو الفيديو الثاني، ويعني أحسب الوقت، يعني هنا أقول أهلا بك، وهنا يعني أحسب الوقت الذي تحدث فيه الشخص واحد وأرد عليه في الفيديو اثنين. لاحظ معي مشاهدي الكريم، وكأن الشخص واحد هنا يتحدث وأنا أسمعه وأنظر إلى الكاميرا وأبتسم. لاحظ معي مشاهدي الكريم، كما لاحظت وكأنه يتكلم علي وأنا يعني يعمل بعض الحركات هكذا وأنسجم مع الفيديو. لتركيب هذان الفيديوهان مع بعضهما بطريقة سهلة جدا، ستأخذ الفيديو رقم 2 وتضعه فوق الفيديو رقم 1. الآن ترجع هذا المؤشر إلى البداية هكذا، وتقوم بعد إرجاعه إلى البداية ستنتقل إلى هنا وتقوم بالضغط على هذه الأيقونة في الأعلى هكذا. الآن ستقوم بسحب هذا الجزء من هنا، أو عفوا تقوم بسحب هذا الجزء من اليمين إلى اليسار هكذا حتى يصبح مناسب. إذا كما ترى من المشاهد الكريم، هنا هذا الهامش، يعني الخط الذي هنا كما قلت لكم راجع للإضاءة وظلي، فإذا كنت تتوفر على إضاءة جيدة أو قمت بتصوير الفيديو في الخارج على ضوء الشمس، فبالتأكيد لن يظهر لك هذا الخط ويصبح الفيديو وكأنه حقيقي. نقطة أخرى، يمكنك يعني تغيير الملابس ليصبح الفيديو أكثر احترافية إذا أردت ذلك. الآن سأقوم بتشغيل الفيديو ولاحظ معي. السلام عليكم، اليوم بنعرفكم عن أخوي محمد الدين. أهلا
الآن طبعا سأقوم بالتعديل حتى أذهب إلى عندما تكلمت في 2002. إذن هكذا لحظة واحدة. كما لاحظت معي مشاهدي الكريم لأخذ هذا الجزء وهكذا أخذه إلى هنا طبعا حتى يصبح الفيديو أكثر احترافية كما قلت لكم. كما رأيت مشاهدي الكريم حتى يصبح الفيديو متناسق تقوم بالتعديل عليه كما يحلو لك ويصبح الأمر راجع لك لإبداعك وطريقة استخدامك لهذه الطريقة. كما ترى الآن الفيديو متناسق فقط بضغطة زر هكذا، أضغط هكذا ويقوم أو يعني يصبح الفيديو منسجم بطريقة سهلة جدا. بعد ذلك وبعد الانتهاء بطبيعة الحال ستنقر هنا على بريديوس أند شير وتختار MP4 1080 بي بصيغة HD طبعا وتضغط على نيكست وتضغط يعني تختار مكان حفظه والعنوان وتضغط على فينش ويصبح الفيديو جاهز مثل هذا الفيديو الذي ستراه الآن. السلام عليكم. وكما رأيتم في بداية الحلقة بطبيعة الحال فقط هذه هي الطريقة بنقرة زر واحدة وفيديوهان ركز على نقطة الإضاءة وكذلك تثبيت الكاميرا وعدم تحريكها. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابك. رجاء أن أعجبتك هذه الحلقة وهذه الطريقة وهذا الشرح لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. انظر الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد حلقات الشبه يومية أو اليومية. كذلك لا تنسى زيارة الموقع الرسمي مدونة العالم الافتراضي hstreeview.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.